واحد غني جدا عنده عربيات واملاك وقصور، شغال عنده سواق. السواق ده كان بيبقى دايما مبسوط وسعيد، والراجل الغني ده ما كانش ابدا سعيد، عمره ما كان سعيد ودايما مهموم. فسأل صاحبه قال له انا مستغرب قوي، انا عندي كل حاجه وعندي فلوس وعندي كل اي حاجه يحلم بيها اي حد، وبرغم من كده مش سعيد، والسواق الغلبان اللي عندي سعيد جدا. قال له صاحبه ده انا هعرفك ايه السبب. راح رايح حاطط 90,000 جنيه قدام باب بيت الراجل السواق ده، وكتب على الشنطة ان فيها 100,000 جنيه. صحى الراجل الصبح السواق، لقى قدامه الشنطة، عد الفلوس اللي فيها لقى 90,000 جنيه. قعد يدور على 10,000 جنيه وقلب الدنيا وزعق لمراته وقال لها انا الفلوس المفروض 100,000 جنيه، فين 10,000 جنيه، انا مش لاقيها. وبات كذا ليلة متعجنن وبيدور على الفلوس. وهنا دي القاعدة اللي نتعلمها، ان اللي في ايدك اتمتع بيه، ما تبصش لغيرك، ما تبصش بره امكانياتك، اتمتع باللي انت فيه وارضى بيه واقتنع، هتلاقي نفسك سعيد سواء كان قليل او كان كتير. صباح الخير.